حضرتك ايه؟ اهلا بيك منورين الامر. كلمنا بقى عن فكره مشروع الامل لنادي المقاولين العرب. والله احنا انت عارف ده مشروع احنا كلنا نعمله كقطاعات ناشئين، ده كله مستقبل مصر. احنا عملنا المشروع ده قبل كده سنه 2005 او 2006 اللي كان افرز انت عارف كابتن محمد بقى صلاح المجموعه الكبيره اللي كانت موجوده معاه. احنا احد خطوط الاستراتيجيه بتاعتنا ان شاء الله بنعمل مشروعين الامل، واحد امل الف والثاني امل ب، بس نبتدي بقى بسن صغير لعبنا من طويل الرجع شويه لانه 4 سنين. ف احنا ده احد المشروعات طبعا طلع لعيبه بقى الفريق الاول وطلع لعيبه المستقبل النادي ومستقبل مصر. تمام. نعمل ان شاء الله كل الناس تحرص وحظ طبعا احنا بنعمله ونعمله كمان احسن مننا لصالح الكره المصريه ان شاء الله. مشروع الامل يا كابتن ريعو الاعمار السنيه من اول كام؟ البراعم من 2005 و2006 و7 ولا البدايه بتاعتكم كام في مشروع الامل؟ لا احنا عاملين الجزء من 6 ل 9 اساسي، وبعد كده هنعمل بقى مشروع اللي هو الامل الالف اللي هم من 2001 و2 و3 و4 ان شاء الله. تمام. طب سمعنا ده الف وده ب ان شاء الله. سمعت ان البرنامج مش موضوع تدريب ومش موضوع تحضير لكل حاجه بقى، برنامج تمام اختبارات وكشف طبي وقياسات واختبارات جينيه كابتن لاول مره يمكن حاجه بيتعمل. تمام. وطبعا برنامج ترسيه وحضرات للناس كلها عشان احيي المعايشه. اه. برنامج كمبيوتر وتعليم لغات وان شاء الله برنامج كبير وطويل، لانه بقول لحضرتك بيتعلم 4 سنين وبيتقيم كل 3 اشهر في السنه الاولى ان شاء الله. انت عارف فاضل على نهايه الموسم السنه دي 3 4 اشهر، فدي هتبقى المرحله الاولى ان شاء الله بتاعته. يعني بعد عمليه الانتقاء هيتم بقى توفير كل يعني الاحتياجات لفريق الامل من تغذيه، من امور فنيه، من امور طبيه، وهتشتغلوا على اسلوب علمي ان شاء الله طبعا، وقابل قابل لانه بيتقيم على طول اول باول، فبتضيف عناصر او بتشيل منه عناصر. كل اللي فيه بعد المرحله الاولى اللي هي الكشف الطبي والاختبارات بقى والقياسات خصوصا الجينيه، ممكن تطلع منه لعيبه او تضيف لعيبه ان شاء الله جديده. طيب المشروع مستمر ان شاء الله. طب سمعت ان في بعض اعتراضات شويه من اولياء الامور، الكلام ده صحيح ولا مش صحيح يا كابتن ريعو؟ نعم. سمعت ان في شويه اعتراضات شويه من اولياء الامور، هل في صحيح الكلام ده ولا لا؟ لا اولياء الامور طبعا ناس متفاهمين اللي هو داخل المشروع مش هتختار منه 150 ولا 200 واحد، انت بتبدا بمرحله في حدود 40 لعيب، حتى هيكون اقل من كده المشروع بتاع الاهلي الالف ان شاء الله. وانما انا قبل ما نعمل كل حاجه برضو او قبل ما نخش بالتنفيذ عملنا اجتماعات مع اولياء الامور عشان نعرفهم من ورا ونعرفهم السياسه المشروع ايه، لان طبعا عشان كل الناس اللي بتفهم حضرتك عارف اولياء الامور كل واحد في اولياء الامور عارف ان ابنه طبعا احسن لعيب في الدنيا ومش يعني وراه لقدامه عشان خلاص تمام وشو محمد صلاح دلوقتي. اه لازم بيقنع الناس لانه اصلا المشروع مش جامد، المشروع فيه تداخل على طول، الناس المتميزه بتستمر والناس اللي ما فيهاش تطوير ظاهر بعد بدايه المشروع بتخش على طول وعشان الدنيا تكمل خصوصا انه هيقعد 4 سنين يعني. واحنا بنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، دي فكره طبعا جيده وهو ده الاساس. لو انت عايز تعمل يعني فريق قوي عندك فريق اول لازم يبقى القاعده عندك، وعايز تودي لعيبه محترفه زي محمد صلاح لازم يبقى عندك القاعده قويه. طول عمره طبعا نادي المقاولين العرب طول عمره طبعا نادي المقاولين العرب من قطاعات الناشئين المميزه اللي بتضم فعلا مواهب داخل قطاع الناشئين. كلمنا بقى عن محمد صلاح، محمد صلاح داخل قطاع الناشئين بالمقاولين العرب، اللعيبه شافها محمد صلاح ازاي؟ والله محمد صلاح ابتدى طبعا كنت الفترة الأولانية اللي هي كنت مسكت فيها 2004 2008. اه. طبعا كان يعني كان مشترك معانا في المشروع اللي عملنا اللي اتعمل بتاع عارف مشروع قرعة الموهوبين، عملنا غير الأكاديميات اللي منتشرة، رغم إن احنا عندنا أنت عارف حضرتك عندنا 25 أكاديمية منتشرين على محافظات مصر كلها، بالإضافة طبعا ل 27 لعيب الاكاديميات الخاصه اللي عندنا في النادي برضه اللي هي البراعم دي يعني. لكن موجود ده عملنا مشروع كده الحمد لله، كان يعني مشروع يعني رائد في 2004، واحد راجل بحري وواحد راجل ابني، فالاساس كان في نادي البحري
الطلبه يعني كان الشركه بتصرف عليه عشان ما بنحملش اللعيبه اي حاجه خالص، احنا بنصرف على المشروع من اي تو زد. فهو كان موجود بقى معانا في كان موجود اصلا في مصر طنطا، والقائمين على المشروع هناك الكابتن علاء عكاشه والكابتن مصطفى مصطفى اللي هو معاهم في طنطا مصطفى الكابتن مصطفى اوراني الحقيقه. فقابلنا كنا طلبنا بقى حاجه فاكهه كده من عندهم يعني، فادوني مجموعه لعيبه منهم طبعا كان الكابتن محمد صلاح ساعه ما انضم طبعا كان راجل كان عمليه صعبه جدا بالنسبه لي، قعد السنغاليين فكان تعرفين بقى مع موضوع المواصلات والكلام ده، وبعد كده قعد معانا في الاستراحه تمام اتسلم خدته على طول تباعا مدربين لغايه ما وصل للدرجه الاولى. سلمها كابتن محمد رضوان هو اول واحد لعيبه طبعا فريق اول، ثم تتلمس عليه بقى مدربين برضه كتير لغايه ما ربنا كرم دلوقتي واصبح ايقونه الكره المصريه، وربنا يحميه ويحفظه لمصر ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ليكم التوفيق يا كابتن ريعو في مشروع الامل اللي انتم بتعدوا له ان شاء الله. كابتن ريعو مدير قطاع الناشئين بنادي المقاولين العرب، شكرا جزيلا لك.